النهارده عندي فرخه روست، عندي فرخه سليمه وجزر ومرق ملح وفلفل وتوم وبصل وكرفس، زيت عباد الشمس كريستال، وعندي زعتر، ورق لورو، حبه هنا، رز عادي او بسمتي، كبده فراخ، ثوم وبصل، ممكن يكون برضو فيه صلصه، قرفه خشب، قرفه ناعمه، اعشاب، مرق، عندي ملح وفلفل ومكسرات. يبقى بعمل ايه؟ بعمل لها بوكيه جرنيه اهو على النار، بصل وجزر وكرفس ورق لورو وحبهان، واديها كمان فصين ثوم كده، واخليها تغلي، وبعدين اديها الفرخه احطها تتسلق في نص الطريق، اخدها بعد ما خد نص سوا اروح مدهنها بشويه ميه طماطم وملح وفلفل ومدخلها الفرن، تاخد الاساس اللي احنا بنتكلم عليه الروست. اعمل له كبده فراخ، وكالعاده كبده الفراخ تبقى زفره شويه، ادي شويه خل مع ميه بتغلي، واجيب كبد الفراخ اهي اسلقها. ليه بقى؟ عشان اشيل الزفاره منها، اشيل الزفاره منها اهي، شويه قرفه ناعمه لان كده كده الرز هياخد قرفه ناعمه، شويه جوزه الطيب، شويه بهارات، شويه زعتر فريش، قرفه خشب، شويه ملح، شويه فلفل اسود. سنة توابل، سنة قرفة، سنة جوز الطيب.